السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم من هنا من هذه الرحاب الطيبة المباركة من رحاب ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في مساء يوم الجمعة الواقع في 23 من شهر جمادى الآخر لعام 1442 من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق للخامس من شهر فبراير لعام 2020 ميلادية. ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء طيبة مباركة بحمد الله. انتهينا قبل تقريبا نصف ساعة أو أكثر من صلاة العشاء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ويتم الآن كالمعتاد خروج المصلين من ساحات ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم إقفال المسجد نظرا لوجود الاحترازات الوقائية من مرض كورونا. نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يزول عنا وباء كورونا عاجلا غير آجل، اللهم آمين. طبعا الحرم يقفل في مثل هذه الأوقات الساعة 9:30 تقريبا، ثم يعود ويفتح قبل الفجر ربما بساعتين، يعني قرابة الساعة 3:00 أو 3:30، ويكون مفتوح طوال الوقت إلى مثل هذا الوقت ما شاء الله. نحن الآن في الجهات الجنوبية الغربية منطقة مصليات الأعياد، دائما ما نصور لكم هذا المكان. إذا اتجهنا بهذا الاتجاه نتجه باتجاه قربان، وإذا اتجهنا وسلكنا هذا الطريق فإننا نسلك طريق جادة قباء. لعلنا إن شاء الله نسلك جادة قباء حيث موضع سيارتنا ونصور لكم بعض اللقطات من هذه النواحي ما شاء الله. هنا بعض الصور والمنشورات الجميلة، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللهم آمين. وهنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه أيضا نظرة على منطقة الروضة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وما بين بيته، هذه الروضة الشريفة. وهنا موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أيضا في الحديث الآخر من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 ما شاء الله. هنا مبنى الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هي الأجواء نصورها لكم من هذه الأماكن، ونلحظ أيضا خروج المصلين ما شاء الله. الآن سنصور لكم من خارج منطقة ساحات الحرم، فانتظرونا. ما شاء الله تبارك الرحمن، نحن الآن في منطقة مصليات الأعياد، وهذه المنطقة توصلنا إلى منطقة جادة قباء وأيضا إلى طريق قربان. وكما تلاحظون ما شاء الله هذه المنطقة أصبحت متنفسا لأهل المدينة الطيبين المباركين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقعها معروف أيضا في الجهات الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الشريف في جهة القبلة ما شاء الله. طبعا منطقة مصليات الأعياد دائما ما نصورها، وهي منطقة جميلة كما تلاحظون، فيها جلسات، فيها أشجار، فيها مسطحات خضراء، والإضاءة فيها جميلة أيضا. الآن سنسلك هذا الطريق، هذا الطريق يوصلنا مباشرة إلى منطقة جادة قباء أو منطقة واجهة قباء. وهنا عندنا أيضا هذا الطريق هو طريق قربان يوصلنا إلى أحياء المدينة في الجهات الجنوبية، حي العوالي وأيضا عالية المدينة من هذه الجهة. نحن الآن في سافلة المدينة، وهناك منطقة العالية. منطقة العالية تضم مثلا قباء، جهات قباء، جهات العوالي، حي العوالي، وأيضا منطقة العصبة، هذه كلها داخلة، حتى منطقة شوران ربما، هذه كلها داخلة في منطقة العالية، عالية المدينة المنورة ما شاء الله. هذه نظرة على المكان، لعلنا كلما اقتربنا نصور لكم بعض المناطق، وإن كنا قد صورنا لكم منطقة واجهة قباء فلعلي لا أصورها مرة ثانية، فهي موجودة من قبل. نسأل الله التوفيق للجميع. وصلنا إلى منطقة جادة قباء أو منطقة واجهة قباء كما هو ملاحظ في الشاخصة في الأعلى. طيب نحاول نقرب لكم الصورة أكثر،
ربما الوضوح. طيب، هذه منطقة مكتظة بالناس، لن أستطيع أن أصور، وكنت قد صورت لكم في مقطع سابق هذه المنطقة، منطقة واجهة قباء، صورناها لكم في الفترة المسائية وفي الفترة الصباحية. الفترة الصباحية لا يوجد ازدحام أبدا، أما الفترة المسائية كما هو ملاحظ الآن أمامكم في ربما ازدحام، وإن كان ازدحام قل عن المرات السابقة نظرا لوجود أيضا الآن احترازات جديدة، فقل عدد زوار هذه المنطقة. المنطقة معروفة جدا، هذا هو كوبري الصافية، معروف دائما نعطيكم يعني نبذة عن هذا المكان. وهذه منطقة مصليات الأعياد للجهة الجنوبية الغربية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد عثمان بن عفان، لا يوجد له أي يعني أثر أو يعني تاريخ قديم. مسجد عثمان بن عفان مسجد جديد أنشئ حديثا، فلا يوجد له أي علاقة أو أي دلالة على تسميته بمسجد عثمان بن عفان. يعني البعض يورد أنه مثلا منزل أو ما أشبه، لكن هذا غير صحيح. هذه بعض الأحياء القديمة القريبة من الجادة، حي المغيسلة، وهنا أيضا حي نسيت تسمية المشرفية تقريبا، أحياء قديمة ملاصقة لهذا أو لهذه الجادة. وعندنا بعد هذا الحي عندنا حي المغاربة وحي البحر، كلها أحياء قريبة من المسجد النبوي الشريف ما شاء الله. أردنا أن نعطيكم لمحة عن المكان الجميل وعن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكتب لكم زيارة هذه الأماكن الطيبة المباركة، وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه، ويجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. نستودعكم الله وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.